السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد من المظلة لمكافحة الحشرات والقوارض. اليوم رح نتكلم عن حشرة النمل الأبيض، بس أرجو الاشتراك بالقناة وعمل لايك للفيديو. حشرة النمل الأبيض حشرة تعيش في مجتمعات تسمى مستعمرات، يقدر عددها من 30,000 إلى 2.5 مليون فرد، وتتغذى على مادة السليلوز المتوفرة في كثير من استعمالات الإنسان اليومية: ملابس، ورق، سجاد، خشب، ستائر إلى آخره. وهناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء ظهور النمل الأبيض، منها 1- وجود الفتحات التي تمكن النمل من الدخول إلى المنزل، 2- تسريبات المياه، 3- عدم الاهتمام بنظافة المنزل وعدم تهوية جيدة مما يؤدي إلى تجمع النمل الأبيض، 3- ترك المنزل مظلما لفترة طويلة يؤدي إلى تجمع النمل الأبيض بشكل واضح، أن تكون أرضية المنزل مصنوعة من الخشب مما يؤدي إلى تجمع النمل عليها وحتى داخلها، وجود بعض المواد السكرية أو الحلويات الموجودة أو بقايا الطعام. من بين كل الحشرات والقوارض والآفات الأخرى التي تزعج وتضايق أصحاب المنازل في كل مكان، لا يوجد أخطر من النمل الأبيض. فقط النمل الأبيض بمفرده يمكن تدمير أساس المنزل كله في بضع سنوات. أول أعمال النمل الأبيض التدميرية قد لا يمكن ملاحظتها في أول 5 سنوات من التفشي، وبعد هذا قد يكون الوقت متأخرا جدا لإنقاذ هاي المشكلة. قد يكون منزلك شديد الأهمية لك أو هو كل ما تملكه، ولهذا من المهم جدا أخذ الأسباب والاحتياطات الواجبة. إن أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك والإعجاب بالقناة.